كل مرة لما بتيجي ترسم بورتريه ما بيطلعش شبهه. كل ما بتقعد تدرس الملامح بتاعته وترسم العين كويس جدا وترسم المناخير كويس جدا برضه بيطلع مش شبهه. فكر المشكلة في مين؟ في ايه؟ دايما بنسمع ان بورتريه النسب بتاعته تلت فوق وتلت في النص وتلت تحت تقريبا قد بعض، وان ما بين كل عين وعين عين. عايز اقول لك ان الكلام ده غلط جدا ونوع من انواع الهوكس زي ما سمعت كده، وان اي حد بيقوله وبيدرسه بيعلمه للناس حافظ مش فاهم، وان ما ينفعش اقول ان النسب ثابته في البورتريه عند اي حد، حتى ان هي 3 3 ولا ان ما بين كل عين عين ولا اي حاجه من الهوكس ده خالص. ولو سمعت الكلام ده جوه الكليه المعلومات دي غلط. لو سمعت ده من بيكاسو اعرف ان ده برضو في مشكله ومش صح. انت عارف ان لو البورتريه نسبه بالشكل ده دايما ان كل الناس هتطلع شبه بعضها؟ انت عشان دايما بترسم الملامح وبتهتم بالملامح بس بيطلع بورتريه مش شبهه برضه، مع انك رسمه كويس وحاطط ضوء وظل حلوين وعامل الرموش والشعر بس في الاخر بيطلع شبهه. نتفق ان المعلومات دي كلها كده لمهم في كيسه حطهم في اي حته بعيد، علشان اللي هقوله لك ده هو اللي هيخليك ترسم بورتريه واقعي مظبوط وتعرف تجيب الشبه مظبوط زي الفنانين بتوع زمان. اللي بيجيب الشبه الحقيقي مش رسمه الملامح، تقدر تجيب شبه شخص انت بترسمه من غير ما ترسم عينيه خالص. انك تعرف ترسم الملامح كويس قوي بس يطلع الشخص مش شبهه، لكن الشبه بيجي من النسب والتشريح، بمعنى ان ما ينفعش اقول بورتريه متقسم 3 اجزاء قد بعض، ده مستحيل يحصل، ده مش قانون، ما ينفعش يكون قانون ثابت ابدا. الحاجه المميزه في كل شخص مننا هو فرق النسب بتاعه وشه، المسافات اللي ما بين كل ملمح والتاني، علاقات العناصر التشريحيه في الوش ده. يعني بنبدا من اول الجمجمه اللي بيخلي الشبه يختلف من شخص للتاني، ان انا الاقي مثلا المسافه من العظمه من هنا لغايه هنا اطول شويه، الاقي حد عنده الفك اطول سنه، كل الحاجات دي بتحدد الشبه. انت لو رسمت الملامح كويس جدا راعيتش تاثير العناصر التشريحيه دي على الضوء والظل وعلى الملامح نفسها مش هيطلع شبه الشخص اللي انت بترسمه. عشان كده هقول لك تاني مفيش نسب ثابته في البورتريه، كل انسان في الدنيا عنده اختلافات في الملامح بتاعته في الشكل بتاعه، علشان كده لازم تدرب عينينا ازاي تشوف من على الطبيعه كويس، بس قبل تشوف على الطبيعه كويس لازم تدرب عينك انك تبقى فاهم العناصر التشريحيه دي على كل شخص، ولما ابص للناس في الشارع ابقى شايف الجماجم بتاعتهم. حاجات تانيه كتير لازم برضو نعملها علشان نعرف نرسم بورتريه مظبوط، وعلشان نعرفها اعملي كومنت على الفيديو ده رايك في الكلام ده والكلام اللي فات، وما تنساش تعمل شير للفيديو. على شويه حاجات كتيره كده لازم نتعلمها ونعرفها، واهمهم هي التشريح. بس في حاجه كمان مهمه، دراسه المنظور من اهم الحاجات اللي لازم تتعلمها طالما بترسم. الرسم اصلا منظور، من غير منظور مفيش رسم. الرسم ما هو الا خداع بصري. لما بتيجي ترسم بترسم على سطح، الشيء المجسم الكوره، لكن المسطح هي الدايره، وده هيخلينا نروح لفكره ان احنا ليه لازم نرسم من على الطبيعه مش من صور. الرسم هو بنقل العناصر الثلاثيه الابعاد على مسطح، اخدعك لما تتفرج على الرسم فوق السطح ده تبان كانها مجسم، ده بيحصل عن طريق ضوء والظل، المنظور الهندسي وحاجات تانية. وعلشان كده لازم نتعلم رسم المنظور. الحاجة التانية لازم تعرف علاقة دراسة التشريح رسم البورتريه بالملامح وبالنسب. مش هتقعد ترسم جماجم وميتين في الآخر ما تعرفش إيه علاقتهم بالبورتريه. أنا عايز أرسم الجماجم والميتين دول بس أعرف أشوفهم على ملامح الشخص اللي قدامي، أشوف فين العظمة دي وفين تجويف العين وفين الحاجات دي كلها. فلازم نربط تشريح بالرسم. الحاجة التالتة انك تكون متمكن من الخامة اللي هتشتغل بيها. هو انت لو تعرف تبص بعينك كويس وايدك مش عارفة تستخدم اي ادوات هترسم ازاي؟ وفي موسيقي ينفع يألف مقطوعة موسيقية من غير ما يكون بيعرف يعزف على اي آلة؟